مع استمرار التراجعات التي نشهدها في الأسواق العالمية يبقى السؤال قائما إذا ما كانت هذه التراجعات تتوقف عند حد أو أنها ستستمر في ظل التراجعات المستمرة لأسعار النفط وبيانات اقتصادية ما تزال تأتينا بشكل سلبي. يعني حتى البعض منها بدأ يأتي من حدود الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم بالتأكيد انتظار للإي سي بي وقرارات من هناك، وحديث طبعا ماري دراجي المنتظر لتستطيع الأسواق أن تقرأ ما بين السطور وتفهم ما الذي يحدث في منطقة اليورو. رائد الخضر وهو رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة أمانة كابيتال معي هنا للإجابة على كل هذه الأسئلة. مرحبا بك رائد. أنا ما شفتك من بعد ما صار هذا الانهيار منذ بداية العام في الأسواق. ما هو برأيك السبب الرئيسي لهذه التراجعات، ولماذا نرى هذا التأثر الشديد جدا بالسنتمنت يعني وبشهية الاستثمار؟ لماذا لا نرى شركات تقوم بشراء أسهمها التي نزلت ما دون القيمة الإسمية؟ لماذا لا نرى شركات أو صناديق تتدخل للاستفادة من مستويات أسعار يعني لم يكن أشد المتفانية توقع أنه رح توصل لها؟ لا شك أنه منذ بداية العام هناك نزيف في الأسواق، هناك انخفاض شديد بالأسعار، الأسهم إجمالا والأسواق تأثرت بشكل كبير بعوامل رئيسية منها تراجعات أسعار النفط، اضطراب الاقتصاد الصيني واضطراب الاقتصادات العالمية إجمالا. يعني أنه ما كان في عنا هالأداء الإيجابي من الاقتصاد العالمي الذي ينبئ بمستقبل أفضل في الفترة القادمة. عدم يعني فقدان الثقة ويأتي من عدم الثقة هذا الذي نراه في الأسواق يأتي من ضبابية الفترة القادمة، من ضبابية الإجراءات المنتظرة من قبل صناع السياسة المالية والاقتصادية. ما هو المنتظر رائد؟ أعتقد هناك هو كبيرة متجهين إليها ما لم يتم اتخاذ فعلا إجراءات تتسم بجزء كبير منها إذا كان على صعيد النفط بالتعاون بالرؤية المشتركة للفترة المستقبلية، لأنه وإلا سوف نخسر قطاع كامل وهو قطاع الطاقة بانهيار وتراجع مستمر، وشركات الطاقة تؤثر على الأسواق وتثقل المؤشرات بالاتجاه المنخفض، ونلاحظ الضغط إلى تراجعات متتالية. السيناريو بدأ يتفاقم بشكل أكبر، ونرى أنه الأزمة في شهر يناير وفي شهر واحد كل هذه التراجعات أعتقد سوف يكون له تأثيرات كبيرة، وسوف يكون الخروج من هذا المأزق يحتاج إلى مدة أطول. لذا يعني هذه هي النظرة التي ننظر إليها، أنه النفط يحتاج إلى هذا الرأي المشترك، يحتاج إلى إجراءات ليرتد مجددا. الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد في العالم فعلا مضطرب ومتباطئ، والبيانات يعني وإن طابقت التوقعات ولكنها تشير إلى 6.8% هي الأدنى منذ بدء الأزمة. إذن إلى أين نتجه مع الرغم من كل حزمة الإجراءات المتخذة من بنك الشعب الصيني لدفع الاقتصاد؟ اليوم أمس كانت قراءات التضخم الأمريكية كذلك الأمر أقل من المستوى المطلوب، أيضا تشير إلى عامل مهم. حتى الفيدرالي الأمريكي ذات نفسه أشار إليه أنه التضخم هو ما يقف بينهم وبين رفع أسعار الفائدة والتأكد وإعطاء العلامة الكاملة للاقتصاد الأمريكي أنه تعافى فعلا من الأزمة. طبعا معدلات التضخم هي عمل مهم جدا ومؤشر لما يحدث في الاقتصاد، لانه دائما ما بتكون متصله، غير انه نحن عم نتحدث انه عندنا تراجع باسعار الطاقه اللي تؤثر عليها بشكل رئيسي، ولكن ايضا الانفاق. يعني بالرغم من انه عندنا صار تراجع باسعار الطاقه لانها لم تدعم الانفاق اللي كان متوقع انه يعني يتم دعمه، لانه تراجعت عليك فاتوره الطاقه ان كان على الدول وان كان على الافراد. هذا يعني انه عندك انفاق اقل. الولايات المتحده الامريكيه ثلثي اجمالي الناتج المحلي يعتمد على الانفاق الاستهلاكي، فهذا ايضا مؤشر اخر يخيف. الاشخاص اكثر رغبه بالانفاق بنتيجه انه رؤيه ضبابية أقل. رؤية يعني للمستقبل أقل، وبالتالي الذهاب إلى التحوط والابتعاد عن شهية يعني صرف. لا يملكون شهية طبعاً. المخاطرة، وبالتالي الانفاق بحد ذاته يؤثر عليهم. هناك أسعار أفضل قد يقومون بالشراء منها، أحد العوامل التي تلعب دور. ثانيا أنه السيولة الموجودة حاليا قد تفيد في الفترة القادمة لأن الوضع المستقبلي أسوأ، هذا ما يقلل من الانفاق حاليا. دائما نحن نعرف أنه الأسواق تحاول أن تتلمس الطريق لأي أحداث قادمة، فدائما ما يقال بأنه لما بتشوف في تراجعات قوية هذا يعني بأنه هناك احتساب لأخبار أسوأ. التراجعات اللي عم نشوفها منذ بداية العام، هل برأيك هي تتعدى كون فقط ضبابية وعدم وضوح مشهد وانتظار، أو هي احتساب لما هو قادم وما هو أسوأ؟
لا شك انه دائما بيكون في عندنا عمليه البرايس ان هي لاي حدث وتضخمات هذا الحدث وتضاعفات هذا الحدث، والا يعني الاسواق لن تتفاعل مسبقا مع الامور قبل حدوثها فعلا. لا شك انه هذه النظره فقدان الثقه ادى الى نزيف الاسواق قبل ان تصدر بيانات النمو الناتج المحلي الاجمالي الصيني على سبيل المثال، وبالتالي هذا يعطي اشاره ومدلول انه الأسواق والمستثمرين متحسسين مستقبلا أن هناك مأزق أكبر. الأصوات تتعالى أكثر بما يتعلق بالعام 2016 أنه هو إما أن يكون تجدد في الأزمات أو أن يكون هناك يعني نظرية لفرصة قريبة يعني بظل هذه الأزمات، إلى أنه لم نكتشف بعد القاع. النفط هل هو حل المشكلة برأيك؟ يعني أي اتفاق بنشوفه على الطاولة قد يرفع الأسواق؟ هل النفط هو الأساس المشكلة؟ الطلب على النفط قد يكون له الجزء الأكبر من النفط، ولكن أسعار النفط المتراجعة أيضا تلعب دورا مهم. الطلب على النفط متراجع وأقل من مستوياته. هل يمرر التراجعات؟ هناك تخمة في المعروض عندنا لبنى 3 مليون برميل يوميا، عندنا تخمة زيادة بالمعروض. الآن أي زيادة إضافية في هذه التخمة قد تعطي أكثر نظرة إلى أنه أسعار النفط قد تتراجع وتنهار بشكل أدنى. وين بتشوف القاع؟ يعني إذا نظرة سوداوية $15 للبرميل هي مستويات فنيا موجودة يعني كتحليل للتشارت أو المخطط السعري وفق أمواج الليت، بنلاقي أنه مستويات يعني $15 للبرميل ممكن أن تلامس لها كنظرة فنية للأسعار، لكن كدعم مبدئي وقوي حاليا عندنا $25.4 للبرميل قد تكون مستويات ملائمة جدا إذا ما تواكب معها فانديمنتلز أو أساسيات في السوق، أخبار أو أحداث تدعم أسعار النفط بالارتفاع. طبعا هذا قد يحدث إما من خلال يعني فقدان شركات نفط صخري أكثر، أو من خلال أي حدث مهم ك يعني وقد يكون سلبي على بعض الدول أن تكون فعلا عبارة عن توقف لعملية إنتاج النفط فيها بمثل هذه الأسعار، وبالتالي انخفاض حاد في المعروض النفطي، هذا يضغط مجددا على المعدل النفطية لتعود للارتفاع. هناك شركات حتى $75 للبرميل لن تكفيها للعودة للعملية الربحية، بالتالي هي أقرب إلى أن توقف عمليات الإنتاج إجمالا. نعم، بعد نحن سنأخذ فاصل قصير ونعود بعده لنتحدث أكثر هذه المرة في العملات. لا شك انه العمليه ستاخذ وقت اطول، ولا شك انه هناك وعي من المجتمع الاستثماري لمثل هذا الامر انه يحتاج الى فتره اطول لحتى فك القيود. الاقتصاد الصيني بعض الشيء وتحرر الى التجاره الخارجيه والسوق المفتوحه اخذت معه فتره طويله، ولا يزال حتى الان يعاني او يتخذ عليه بانه التدخلات المباشره بسعر الصرف و يعني حرب العملات وهذا الحديث. كذلك الامر دخول العملة الصينية إلى سلة السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، إذا يتجه هو بهذه الخطوات ولكن يحتاج إلى فترة. يعني بعض الدراسات قرأناها أنه قد يصل إلى عام 2030 أكبر اقتصاد في العالم يكون الاقتصاد الصيني، ولا شيء يعني لا نستبعد هذا الأمر مع مستوى النمو 6.8% إذا تحدثنا عن هذه المستويات، وهي مستويات عملاقة جدا بالنسبة لاقتصاد أساسا ضخم وكبير. وأي تعديلات هي عم تأتي عنا على الصعيدين سواء الداخلي والخارجي للتأكيد على أنه هذا اقتصاد بحد ذاته يعنى بالداخل كما يعنى بالخارج، يعني كسياسة متبعة من قبل صناع السياسة الاقتصادية في الصين. النظرة إلى هذا الاقتصاد فعلا أنه اقتصاد ضخم، والضخم يحتاج إلى فترة أطول ليقوم بالتغيير والتحول، وقد يحدث أن يتحول إلى مع تعديلات على النظام الاقتصادي العالمي أو مع النظام العالمي المالي تأتي من خلال هذا الاقتصاد كمثال للاقتصادات الأخرى، كونه هو اقتصاد ضخم وعم ينتقل مثل ما ذكرتي من أنه هو اقتصاد ناشئ إلى اقتصاد متقدم بمعنى الكلمة ومحسن للداخل والخارج. خلينا نحكي شوي عملات، لأنه في أسئلة كثير حول هذا الموضوع، وخصوصا بعد انطلاق الياباني بارتفاعات قوية جدا. الملاذات الآمنة كان إليها يعني نصيب الأسد منذ بداية هذا العام، في حين شهدنا كل العملات المرتبطة بالسلع تتراجع بشكل كبير، نتحدث الكندي الأسترالي
نيوزيلندي، كل هذه العملات يعني بشكل عام تراجعت. الكندي بالفعل يعني الخسائر كان يمكن هو الأسوأ أداء، ولكن الملفت الاسترليني رائد، الاسترليني لماذا هذه التراجعات التي شهدناها على هل يصل إلى هذه المستويات الآن؟ هو إذا بدنا نحصرها فهي تراجعات مستمرة منذ عام 2015، هو عنا نزيف من 15/12/2015 وحتى تاريخ يوم أمس تقريبا كنا عم نتحدث عن حوالي 700 نقطة نزفها الجنيه الاسترليني، والضغط بالاتجاه المنخفض هو أولا عن في ضعف بالاقتصاد البريطاني يظهر من خلال مستويات التضخم اللي هي عائق أساسي في الاقتصاد البريطاني يقف بينه وبين رفع أسعار الفائدة وتشديدها. كذلك الأمر أنه عن الجنيه الاسترليني متأثر مثله مثل باقي الاقتصادات الأخرى بالضغط الموجود عندنا من تراجعات الأسواق العالمية وتراجعات النفط. في نقطة مهمة اللي هي كمان أنه الحديث يعني وبدراسة ولو أنها بعيدة أسات عم نتحدث لشهر يونيو حتى يكون هذا الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لعب دور كبير صحيح. الحديث حول هذا الموضوع في عام 2015 بتراجعات الجنيه الاسترليني والانخفاض إضافة إلى قوة الدولار الأمريكي اللي عم تبرز في الأسواق نتيجة سيطرته أمام عملات أخرى عم يكتسب قوة أمام الجنيه الاسترليني. هذا ما جعل الجنيه الاسترليني ينزل ما دون مستويات 50، حتى الآن هو عند مستويات 42-41 تقريبا، وقد يضغط بالاتجاه المنخفض أكثر كمان. إذا ما تحدثت عندي بيانات إيجابية من الاقتصاد البريطاني. عظيم جدا. الدولار والين 116.69، هل تتوقع المزيد من القوة للين الياباني في هذه الظروف؟ يقتنص الفرص بالطبع كملاذ آمن ويكون الاتجاه إليه عندما تكون رؤية ضبابية. عم نلاحظ أن الين الياباني يستفيد من هذه الأزمات ويكون هناك اتجاه إليه كملاذ آمن. لكن المستويات اللي أنت عم تتحدث عنها هي مستويات دعم مهمة بالنسبة للدولار الأمريكي الياباني، ومنها ارتداد قد نشهد مجددا للعودة للارتفاع بنتيجة قوة في الدولار الأمريكي كذلك ذلك الأمر، وأيضا عدم الاتيان بأي إجراءات جديدة أو التلويح أو الحديث من قبل البنك الياباني عن توسيع القاعدة النقدية أو التدخل إذا التزم الأمر. يعني آخر حديث كان لهم لن يكون هناك أي تعديلات على السياسة النقدية، سنبقي عليها كما هي، وكان في توسيع كبير بالقاعدة النقدية. بصير أي مشكلة بفوتوا عليك ملاذ آمن، فبيرجع كل الانخفاضات بيرجع بيطلع من جديد، هذا يفسد يعني الكثير من الخطط الاقتصادية. ولكن عم يحاولوا إلى حد الآن على الرغم من هذا الأمر أنهم يحققون إلى حد كبير المستويات المطلوبة والمستهدفات المطلوبة. التضخم هو قريب جدا من أن الاستدامة عند مستويات 2%، وهذا على لسان كورودا رئيس البنك المركزي قال أنه نحن عند هذه المستويات من الين الياباني الأمور تحت السيطرة ولا يحتاج إلى توسيع القاعدة النقدية. وشينزو أبي ذكر أنه المستويات التضخم هي مستويات يعني إلى حد ما اقتربنا من أن نحقق الاستدامة عندها عند 2%، وصندوق النقد الدولي أعطاهم الاستمرارية عند دون أي تخفيض في النظرة المستقبلية، فأداءهم جيد. الين الياباني أنا دائما بيقولوا لي بليز اسألي المحللين لماذا الين الياباني هو عملة ملاذ أمن؟ لماذا في وقت اليابان تعاني من مستويات دين ضخمة جدا؟ تعاني من انكماش لفترة طويلة، ما تزال الدولة تحاول أن تدعم اقتصادها وتقوم المزيد من التحفيز لإخراجها من ما هي فيه ورفع معدلات التضخم، لماذا نعتبر الين أنه هو ملاذ آمن؟ ببساطة أنه في عندنا الضغط نحن على الاقتصاد الياباني لأنه بلد مصدر، فيكون هناك طلب أكثر على الين الياباني لشراء الصادرات اليابانية، وهو يعمل الاقتصاد الياباني على ضغط على أسعار الين الياباني للانخفاض، في حين أنه الطلب المستمر والرغبة باقتناء السلع اليابانية تكون تشجع الين الياباني للعودة والارتفاع، وبالتالي هذا هي السر في كون أنه الملاذ الآمن هو عكس إرادة الاقتصاد الياباني. يقوم الين الياباني بالارتفاع في ظل الطلب الحقيقي عليه، وهذا يسبب يعني إلى حد ما يكون جذابا لأن يكون ملاذا آمنا. رائد الخضر أنا أشكر حضورك معنا اليوم وأغناء هذه الفقرة، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.